السلام عليكم. والله العظيم الشيء الوحيد اللي أخشاه لا جيت أتكلم عن أي شخصية، أخاف إني أقصر مع شخصية ما أو في حقه. عموما المرأة اللي تشوفونها أمامكم هي الكويتية، سفيرة الخير وصانعة الأمل والسعادة، هي الدكتورة معالي العسعوسي. قبل أكثر من 10 سنوات تقريبا تركت بلادها الكويت وهاجرت إلى اليمن لتقوم بالكثير من الأعمال الإنسانية للفقراء والمساكين واليتامى في اليمن. نفذت 15 مشروعا مائيا استفاد منه أكثر من 45,000 شخص. نظمت 30 حملة إغاثية لأكثر من 250,000 شخص. وفرت أكثر من 600 منحة دراسية، وساهمت في تمكين أكثر من 1,000 أسرة. تقول أختنا الدكتورة معالي: أنا سعيدة جدا بالأعمال الإنسانية اللي أقوم بها في اليمن. تقول: أنا أترك الكويت لفترات طويلة، لسنة ولسنتين، ما أجي الكويت إلا للزيارة فقط، وإذا جيت الكويت للزيارة أتفاجأ أن أخواني كبروا وأشياء كثيرة تغيرت في فترة غيابي، وأنا ما زلت في الخدمة الإنسانية اللي أقدمها للفقراء والمساكين واليتامى في اليمن. عموما الدكتورة الكويتية معالي حصلت على جائزة صناع الأمل في عام 2017، جائزة عربية إماراتية للمبادرات الخيرية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أسأل الله أن يجزاها خير وأن يكثر من أمثالها. فمان الله. طيب، أنا ثالث مرة أشوفك وثالث مرة أبكي، فيعني لأن التعايش مع الناس والإحساس في ألمهم هو اللي يخلي الإنسان يعني مثل ما تقول يبدع في استخراج المساعدات هذه ويبدع في تنفيذ المشاريع، لأن لو ما تعايشنا مع هذول الناس ما راح نحس بألمهم ولا راح نقدر أساساً ننفذ أي مشاريع لهم.